فإن الذكرى تنفع المؤمنين. في 2019 تذكروا آنذاك التصريحات السياسية والسياسوية أن البلاد ما بقاوش فيها دراهم وممكن الشهر الجاي ما تخلصوش، وجوع كلبك باش يتبعك، احتياط الصرف كان 27 كان 42 مليار بالتقريب أنا ذاك ما يكفيش، وكل الناس تتنبأ في الداخل وفي الخارج لأن منطلقين من مبدأ أن الجزائر استوردت في وقت ما 60 مليار دولار، قال عندهم 40 وما يحتاجوا 60، إذن يمشوا للمديونية. ما نمشيش للمديونية، لأننا نعرف قيمة المديونية، نعرف قيمة المديونية وآثارها على النخوة الجزائرية وآثارها على كلمة الحق نتاع الجزائر. عشت مرحلة كنت عضو في حكومة اللي مشات للمديونية، ما واش نحكي لك، يعني ترمي الزيت على النار، تحرم المواطن من أدنى حقوقه. إذن ما مشيش المديونية، كل ما في الأمر أن الراجع نفسي والراجع اقتصادي ما هو غير ضروري ما نستوردوش.